السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيها الأحباب الكرام، بعض النساء يسألن أسئلة مرتبطة بالدورة الشهرية، فبعض النساء يحببن أن يصوموا في رمضان بكامله، وتسأل هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل لوقف الدورة الشهرية. هناك حبوب تباع في الصيدليات، المرأة إذا استعملتها تقف عندها الدورة الشهرية وتبقى طاهرة، فبعض النساء يرغبن في أن يصلين طيلة رمضان بدون توقف، وأن يصومن جميع أيامه، وأن يقرأن القرآن الكريم بأريحية. فتقول هل يجوز لي أن أستعمل هذه المواد لكي أقوم بجميع العبادات والطاعات في رمضان دون مانع؟ العلماء قالوا بأن الدورة الشهرية، هذا دم الحيض، شيء كتبه الله على بنات حواء، وهو عرق ينفجر، ولا بد أن يخرج ذلك الدم، لأنه يحمل أوساخا وميكروبات ضارة تكون في جسم المرأة في رحمها. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته جعل ذلك البقايا تخرج من الرحم، لأن الرحم لابد أن يبقى نظيف جدا، نظافة، لأنه يحمل الجنين وهو محل الحمل ومحل الوضع، وربنا يقوم بتنظيفه كل شهر. فإذا بقي هذا الدم هناك في الرحم فإن المرأة سوف تتعرض للأذى. لهذا العلماء قالوا بأنه لا ينبغي ولا يستحب أن المرأة تستعمل هذا الموانع لكي تصوم صياما كاملا، فأترك الأمر على حاله، صومي كما أمرك الله عز وجل، فإذا جاءتك الدورة الشهرية لا بأس أنذاك أنك تفطري وتعيشي حياة طبيعية، وبعدها تقومي بالقضاء. متى يجوز استعمال هذه المواد؟ العلماء أباحوها في حالة واحدة، في حالة الحج. المرأة إذا ذهبت إلى موسم الحج وكان هناك الطواف، طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف الوداع، والطواف كما معلوم هو صلاة بمثابة صلاة، لابد أن يكون الطائف طاهرا طهارة تامة. فإذا وفق أن المرأة لازالت دون 45 سنا وعندها الدورة الشهرية، وصادف أن دورتها الشهرية تزامنت مع الطواف، وهي مرتبطة بسفر وموعد طائرة ومجموعة من الناس هي مقيدة، ففي هذه الحالة أباح لها العلماء استعمال هذه المواد، مواد منع الحمل التي تمنع أيضا الدورة الشهرية، هذا مباح، أما غير ذلك فلا. كذلك بعض النساء يسألن إذا جاءت الدورة الشهرية فهي لن تصلي ولن تصوم، فهل لها أن تقرأ القرآن؟ أي نعم، قراءة القرآن الكريم أمر مطلوب، وربنا ندب إليه في هذا الشهر الفضيل للجميع حتى للمرأة الحائض. طبعا بعض العلماء قيدوا وقالوا بأن المرأة إذا كانت عندها دورة شهرية فهي غير طاهرة ولا تقرأ القرآن، وإنما تكتفي بترديد الأوراد والأذكار المأثورة، أوراد وأذكار مأثورة، هذا رأي عند بعض العلماء. وعلماء آخرين قال لك لا تقرأ القرآن إما عن طريق المذياع أو عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق التلفاز، لها أن تستمع. لكن المصحف هل تقرأه أم لا؟ بعض العلماء منع، لأن ربنا عز وجل يقول وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا بشرط مس القرآن أن تكون طاهرا، والمرأة الحائض والرجل الجنب غير طاهر لا يجوز له مس المصحف. علماء آخرين فهموا من الآية شيء آخر، قالوا الآية لا تتكلم عن المصاحف، وإنما تتكلم عن اللوح المحفوظ الذي هو في السماء، النسخة الأصلية للقرآن هي في السماء، ما عندنا هي مجرد نسخ
نستعين بها. أما الحرف الأصلي للقرآن هو عند الله في السماء، والمطهرون يقصد بهم الملائكة. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، أجسام نورانية طاهرة. ومن ثم قالوا المرأة الحائض أو الرجل الجنب يجوز لهما قراءة القرآن الكريم، لكن بشرط أن لا نلمسه مباشرة، أن يكون عن طريق حائل، كأن نستعمل قفازات أو نستعمل أي خرقة أو فوطة نستعملها لحمل المصحف، لا يكون مباشرة مع الجسم. هذا من باب الاحتراز لكلام الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، بعض النساء يسألن أسئلة مرتبطة بالدورة الشهرية، فبعض النساء يحببن أن يصوموا في رمضان بكامله، وتسأل هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل لوقف الدورة الشهرية. هناك حبوب تباع في الصيدليات، المرأة إذا استعملتها تقف عندها الدورة الشهرية وتبقى طاهرة. فبعض النساء يرغبن في أن يصلين طيلة رمضان بدون توقف، وأن يصمن جميع أيامه، وأن يقرأن القرآن الكريم بأريحية. فتقول هل يجوز لي أن أستعمل هذه المواد لكي أقوم بجميع العبادات والطاعات في رمضان دون مانع؟ العلماء قالوا بأن الدورة الشهرية، هذا دم الحيض، شيء كتبه الله على بنات حواء، وهو عرق ينفجر، ولا بد أن يخرج ذلك الدم، لأنه يحمل أوساخا وميكروبات ضارة تكون في جسم المرأة في رحمها. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته جعل ذلك البقايا تخرج من الرحم، لأن الرحم لابد أن يبقى نظيف جدا، نظافة، لأنه يحمل الجنين، وهو محل الحمل ومحل الوضع، وربنا يقوم بتنظيفه كل شهر. فإذا بقي هذا الدم هناك في الرحم فإن المرأة سوف تتعرض للأذى. لهذا العلماء قالوا بأنه لا ينبغي ولا يستحب أن المرأة تستعمل هذا الموانع لكي تصوم صياما كاملا، فأترك الأمر على حاله، صومي كما أمرك الله عز وجل. فإذا جاءتك الدورة الشهرية لا بأس أنذاك أنك تفطري وتعيش حياة طبيعية، وبعدها تقومي بالقضاء. متى يجوز استعمال هذه المواد؟ العلماء أباحوها في حالة واحدة، في حالة الحج. المرأة إذا ذهبت إلى موسم الحج وكان هناك الطواف، طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف الوداع، والطواف كما معلوم هو صلاة بمثابة صلاة، لابد أن يكون الطائف طاهرا، طهارة تامة. فإذا وفق أن المرأة لازالت دون 45 سنا وعندها الدورة الشهرية، وصادف أن دورتها الشهرية تزامنت مع الطواف، وهي مرتبطة بسفر وموعد طائرة ومجموعة من الناس، هي مقيدة، ففي هذه الحالة أباح لها العلماء استعمال هذه المواد، مواد منع الحمل التي تمنع أيضا الدورة الشهرية، هذا مباح، أما غير ذلك فلا. كذلك بعض النساء يسألن إذا جاءت الدورة الشهرية فهي لن تصلي ولن تصوم، فهل لها أن تقرأ القرآن؟ أي نعم، قراءة القرآن الكريم أمر مطلوب، وربنا ندب إليه في هذا الشهر الفضيل للجميع، حتى للمرأة الحائض. طبعا بعض العلماء قيدوا وقالوا بأن المرأة إذا كانت عندها دورة شهرية فهي غير طاهرة ولا تقرأ القرآن، وإنما تكتفي بترديد الأوراد والأذكار المأتورة، أوراد وأذكار مأتورة. هذا رأي عند بعض العلماء، وعلماء آخرين قال لك لا تقرأ القرآن إما عن طريق المذياع أو عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق التلفاز، لها أن تستمع. لكن المصحف هل تقرأه أم لا؟ بعض العلماء منع، لأن ربنا عز وجل يقول وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا بالشرط مس القرآن أن تكون طاهرا،
والمرأة الحائض والرجل الجنب غير طاهر لا يجوز له مس المصحف. علماء آخرين فهموا من الآية شيء آخر، قالوا الآية لا تتكلم عن المصاحف، وإنما تتكلم عن اللوح المحفوظ الذي هو في السماء. النسخة الأصلية للقرآن هي في السماء، ما عندنا هي مجرد نسخ نستعين بها، أما الحرف الأصلي للقرآن هو عند الله في السماء. والمطهرون يقصد بهم الملائكة، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي محفوظ لا يمسه إلى المطهرون يعني الملائكة أجسام نورانية طاهرة. ومن ثم قالوا المرأة الحائض أو الرجل الجنب يجوز لهما قراءة القرآن الكريم، لكن بشرط أن لا نلمسه مباشرة، أن يكون عن طريق حائل، كأن نستعمل قفازات أو نستعمل أي خرقة أو فوطة نستعملها لحمل المصحف لا يكون مباشرة مع الجسم. هذا من باب الاحتراز لكلام الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.